بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، بعد أجازة قصيرة نبدأ مرة أخرى في استكمال شرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري في خلال شهر شعبان، وبعدين إن شاء الله نشرع في أجازة أخرى في شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. وبعدين بعد رمضان إن شاء الله نكمل كالعادة بإذن الله. وقفنا عند باب الصدق بعد باب الإخلاص، وهناك فارق دقيق بين الصدق والإخلاص، وإن كان المرء يحتاج للإثنين، للإخلاص وللصدق. فالإخلاص هو عدم رؤية سوى الله سبحانه وتعالى من الخلق، والصدق هو عدم رؤية النفس، لأن النفس أيضا من الخلق. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. فالصدق ينفي العجب، والإخلاص ينفي الرياء، لأن الإنسان ممكن يكون يعمل عمله إلى الله خالصا، والخلق ليس لهم في قلبه نصيب، لكن ينظر إلى إخلاصه فيعجب بعمله، فهو ينظر إلى نفسه، فهذا مخلص غير صادق. ولكن عليه أن ينظر إلى فضل الله وتوفيقه، فلا ينظر إلى نفسه أصلا، لأنها أيضا نفسه من الخلق، ولذا يبرأ من الرياء ومن الإعجاب. والصدق هو اعتقاد أو قول خلاف الواقع، هو ده يعني ضد الكذب. فالكذب اعتقاد أو قول خلاف الواقع، يبقى الصدق اعتقاد وقول ما يطابق الواقع. فقد يكون الصدق في الاعتقاد أي في القلب، وقد يكون الصدق في اللسان، وقد يكون الصدق وعدمه في الأفعال، فهو يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات، والاعتقادات تدخل فيها النوايا والعزائم. ففي واقع الأمر وفي حقيقة الأمر الفاعل هو الله، فإذا نسب لنفسه فعل فقد كذب. وفي واقع الأمر وفي حقيقة الأمر الموفق هو الله، فإذا نسب لنفسه توفيق فقد كذب. فلذا على الصادق أن ينسب الأمر لأهله، وأن ينسب الفضل لأهله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا اعتقد ذلك صار مع الله على مراد الله، دون النظر والالتفات إلى فعله واجتهاده، بل حتى لو اجتهد فالاجتهاد هو من فعل الله فيه، ومن فضل الله عليه، ومن مدد الله له. فهذا الاجتهاد نفسه يحتاج إلى مزيد شكر، ومزيد اقتراب من الله، ومزيد افتقار إلى الله، لا مزيد ركون واعتماد على العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، وقال: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن فورك، خد بالك، كونوا مع الصادقين، لم يقل من الصادقين، لأن الله لا يكلف تكليف فوق الطاقة، لأن قد يكون الإنسان في بدايته لا يستطيع أن يكون من الصادقين، لكن يستطيع أن يكون مع الصادقين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى لم يقل كونوا من الصادقين ليستصعب الأمر على الناس وعلى السالك وعلى المبتدئ، ولكن قال كونوا مع الصادقين. فالإنسان بكثرة
بقائه مع الصادقين وملازمته للصادقين يبدأ يلتزم أخلاقهم وينظر بمنظارهم، لأن المرء على دين خليله. فإذا جلست مع أهل الغفلة غفلت، وإذا جلست مع أهل الذكر ذكرت، وإذا جلست مع أهل السرور سررت، وإذا جلست مع أهل الحزن حزنت، وهكذا. فالإنسان على دين خليله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا فيه كمال الشفقة والرحمة بالخلق، وأن الله سبحانه وتعالى وسع الطرق الموصلة إليه، فلو كان يريد تضييقها لقال كونوا من الصادقين، ولكن أراد التوسع على العباد سبحانه وتعالى. فالإنسان يبدأ مع الصادقين، ثم بعد ذلك يمن الله عليه سبحانه وتعالى إما بشفاعتهم فيشفع له إن لم يصل لدرجتهم، أو بحبهم فيحشر في زمرتهم، أو يترقى فيصير واحد منهم. أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن فورك رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال: حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لأن صديق دي صيغة مبالغة من الصدق، فإذا كان ديدنه الصدق صار صديقا. ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والعجيب أن الإنسان في طبع عجيب خبيث، أنه لو كذب على الناس واعتاد ذلك يصدق هو نفسه بعد ذلك، يكون كاذب وهو يعلم أنه كاذب وبالرغم من ذلك يصدق نفسه. وده شيء عجيب في الإنسان. فالإنسان عليه حتى العجيبة أنه ممكن يكذب حتى على الله وهو يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين. انظر إلى الكفار، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. مش ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يحلفوا بالله بعد ما صاروا في دار اليقين، بعدما تيقنوا بوجود الله وتيقنوا عظمته، بالرغم من ذلك يحلفوا، صار ديدنهم الحلف كذب. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. شفت، صار يكذب على نفسه. يوم يبعثهم الله فيحلفون جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. يحلفوا لأن صار ديدنه الكذب، صار ديدنه الكذب فتحرى الكذب فكتب عند الله كذابا، وصار أمام نفسه كذابا بالفطرة، يعني طمس فطرته فصار بعد ذلك مفطور على الكذب. ولذا على العبد أن يتحرى الصدق في كل شيء ولو في الأمور البسيطة، حتى في الأمور البسيطة، حتى يصير فيه خلق. لأنه يعني إذا أراد أن يكذب في أمور بسيطة ويقول هذا بسيط، هذا لا يؤثر، هذا لا، فبعد ذلك يكذب في الأمور الهامة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تسكت إحدى الصحابيات ابنها وقالت: اسكت حتى وأعطيك تمرة، فقال لها: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة أو كذيبة. يعني حتى لما تيجي تسكت طفل صغير وتقول له هدي لك حاجة حلوة لو سكت، وسكت وما اديتلوش حاجة حلوة، ادي حاجة تافهة مش هينبني عليها اي حاجة، لكن هتصير خلق بعد ذلك، انك تعد وتخلف، تعد وتخلف، ثم بعد ذلك يصير الكلمة ليست لها وزن عندك، تقول اي حاجة وخلاص ليست لها وزن، فيصير خلق عندك. ولذا على العبد ان يتحرى الصدق في كل شيء، فإذا تحرى الصدق في كل شيء مع الناس في أقواله وأفعاله وفي أحواله، وتحرى الصدق بعد ذلك بينه وبين نفسه، يصير عند الله صادقا، فيكون صادقا حتى مع ربه بعد ذلك. قال الأستاذ، لما يقول الأستاذ يقصد أبو علي الدقاق اللي هو شيخه وحماه، زوج يعني اللي هو تزوج ابنته،
ده زي الشيخ الاستاذ عبد الكريم القشيري، ما يقول الاستاذ من اول الرساله لاخرها يقصد شيخه الاستاذ ابو علي الدقاق. قال الاستاذ: والصدق عماد الامر، وبه تمامه، وفيه نظامه، وهو تالي درجه النبوه. قال الله تعالى: فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وانظر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فاجاه الوحي واراد ان يعلن انه رسول لقريش، هل جاء لهم بعصا كعصا سيدنا موسى يرميها فتصير حيه؟ هل جاء لهم بمعجزه خارقه اولا بين يدي كلامه؟ جاء بصدقه فقط، فصار صدقه هو معجزته. فقال: لو اخبرتكم ان خيل تريد ان تغير عليكم هل صدقتموني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى معجزته صدقه، كان الصادق الامين. فقال: انا رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فكان صدق النبي دليل معجزته اولا، ثم بعد ذلك جاءت المعجزات تترى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اكثر الانبياء معجزات، لكن في بدايته كانت معجزته الاصليه هي صدقه مع قومه. ثم جاء بعد ذلك القرآن بمعجزاته التي لا تنتهي، وجاء بعد ذلك المعجزات الحسية والإسراء والمعراج ونبع الماء وحنين الجزع وتكثير الطعام، كل هذا والإخبار بالمغيبات، كل هذا جاء، لكن بعدما بين أولا أنه صادق. فالصدق في حد ذاته هو درجة من الدرجات التي تكون قبل النبوة، لأن النبي يجب أن يعتقد فيه أربع خصال ويستحيل فيه أربع خصال: الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة. أربع خصال يجب في حق كل نبي: الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، ويستحيل فيه ضده، يستحيل فيه الكذب والغباء والكتمان والخيانة. ثم بعد ذلك فيه خصلة واحدة من الممكن، ويمكن في حقه كل عرض كخفيف المرض، يعني ممكن يمرض مرض خفيف، مرض غير منفر وغير معدي ولا يترك أثر. يبقى النبي يمرض، لكن مرض غير منفر وغير معدي ولا يترك أثر يشوه، لأن لو كان مرض معدي يبقى وجب حذر الناس عنه، وهو أرسل للناس، فكيف يمرض الله بمرض يعدي به الناس؟ فيستحيل في حقه أن يكون مرضه معديا، ويستحيل أن يكون مرضه مقززا، لأن التقزز من النبي كفر. فيستحيل أن يمرضه مرض يتقذره الناس ثم بعد ذلك يمتحن الناس فيه. ولذا اعتقاد الناس في مرض سيدنا أيوب أنه كان مقززا، هذه اعتقادات إسرائيليات دخلت في وسط المسلمين، ولكن لم يكن بهذه الصورة. فممكن في حقهم كل مرض، كل عرض كخفيف المرض، كل عرض كخفيف المرض، يعني ممكن ينام، يستيقظ، يجوع، يعطش، يتعب، يجرح، يخرج منه الدم، يبول، يتغوط، كل ده جائز في حقهم. قال الأستاذ: الصدق عماد الأمر، وبه تمامه، وفيه نظامه، وهو تالي درجة النبوة. قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وتلا بعدهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. على القول المرجوح أن الواو للترتيب، وإن كانت في الحقيقة أن الواو ليست للترتيب لمطلق الجمع، ولكن الترتيب الذكري هنا في القرآن لابد أن يكون له قيمة. والصادق الاسم اللازم من الصدق، والصادق الاسم المشتق يعني من صدقاء، لأن الاشتقاق يكون من الفعل غالبا وليس من المصدر، على خلاف بين النحويين هل المصدر والأصل ولا الفعل والأصل الذي يشتق منه، على خلاف الراجح أنه الاشتقاق يكون من الأفعال، لكن هنا جابها من المصدر. والصادق الاسم اللازم أي المشتق من الصدق، أي الذي قام به الصدق. الصادق هو الذي قام به الصدق، أو قام هو بالصدق، يعني الصادق الذي صار هو والصدق سواء، قام هو بالصدق والصدق قام به، فأصبح حاجة واحدة.
وصف الضيق المبالغة فيه، المبالغة منه، وهو الكثير الصدق الذي الصدق غالبه، كالسكير اللي هو كثير السكر، والخمير كثير الايه شرب الخمر، والشرير كثير الشر، وهكذا كله على ما كان على هذا الوزن يعني. وبابه واقل الصدق استواء السر والعلانية، اقله اقل حاجة انك انت يبقى ظاهرك كباطنك، دي اقل حاجة، انما ما تبقاش فيها غرة زي ما الدكتور علي يقول لك ايه، من بره رخام ومن جوه سخام، مش بيقول كده ساعات الدكتور علي يحب الايه الامثلة الظريفة دي، اهو دي علانيته غير سره، تلاقيه من بره كده مزوق نفسه وهو من جوه مليان بلاوي. فاقل الصدق ان صدق يبقى سره كعلانيته. والصادق من صدق في اقواله، والصديق من صدق في جميع اقواله وافعاله واحواله، يبقى ينضم الي الافعال والاحوال، ده يبقى الصديق، صادق في كل تقلباته. فالانسان عباره عن اقوال وافعال واعتقادات، هو هذا هو الانسان. فان صدق في اقواله فقد كان صادقا، ان صدق في الباقي صار صديقا. وقال احمد بن خضروي: من اراد ان يكون الله تعالى معه فليلزم الصدق، فان الله تعالى قال: ان الله مع الصادقين. هي ان الله مع الصابرين الايه، بس هو صدق ايه قلم يعني، ممكن يعني جل من لا يسهو، ممكن الواحد يستدل بايه وهو مش واخد باله انها مش ايه، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح لكنها ليست ايه. هي الآية: إن الله مع الصابرين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، في سورة البقرة. أصل هي جاي بيقول قال إن الله مع الصادقين، لكن هي الثانية وكونوا مع الصادقين أمر بالكينونة معهم. أيوه، لا هي بتبقى سبق، بتحصل كثيرا، ممكن تحصل وهي لا تعيب العالم كثيرا، لكنها الانسان جل من لا يسهو كما يقال. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت الفراغاني يقول، سمعت الجنيدي يقول: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، لانه باستمرار بينقد نفسه، باستمرار بيراقب نفسه، فكل شويه. و40 انا ما يقصدش ال40 بالعدد، يقصد الكثره يعني، انه باستمرار مراقب لنفسه فيغير احواله، كلما شعر انه ابتعد عن الصدق اعاد مره نفسه للصدق، كلما شعر انه ابتعد اعاد نفسه، يعني هذا نوع من التقلب لانه يراقب في دوام المراقبه. والمرائي يثبت على حاله واحده 40 سنه، لانه هو عايز يبقى قدام الناس بالصوره دي، فهو يثبت في حالة واحدة علشان يبقى قدام الناس، لأنه بيعمل من أجل الناس. يثبت على حالة واحدة 40 سنة، لأنه غير مراقب لربه بل مراقب للخلق. وقال أبو سليمان الداراني: لو أراد الصادق أن يصف ما في قلبه ما نطق به لسانه، يعني لو أراد الصادق أن يصف ما في قلبه من أنوار الصدق ومن تجليات الصدق ما وجد عبارة تصلح لترجمة أنوار الصدق في قلبه، ما وجد عبارة يستطيع أن يعبر عنه. وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. يعني الإنسان لما يبقى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق من جاء، من جاء يعني فيه النجاة. فلو انت شايف في موقف من المواقف ان الصدق هيؤدي الى هلكتك ثم بعد ذلك تقول الصدق، فانت مصدق لنبيك صلى الله عليه وسلم، فدليل انك انت مصدق لنبيك، دليل انك انت معتقد فيما اخبر به، لانك التزمت قول الصدق مع قرائن الحال تدل على ان فيه الهلكة. فيبقى علشان كده يقول لك الصدق الحقيقي
القول بالحق في مواطن الهلكة، يعني في المواطن التي قد يضيع حقك فيها لو قلت الصدق، قد يضيع وقد لا تحصل على مقصودك إذا قلت الصدق، ثم بعد ذلك تصدق. تاجر يريد أن يروج سلعته فيسأله المشتري هل فيها عيب، فإن نطق بالعيب وهو يعلمه وهو يريد رواج سلعته لا تروج، تكسب، فيسكت أو يخبر خلاف الواقع يبقى كذاب. لكن لو قال الصدق وأدى ذلك إلى كساد سلعته خلاف مراده يبقى هو ده الصدق الصحيح، لأنه هيؤدي خلاف مقصوده. والعجيب إن التاجر لما بيصدق في قوله في توضيح عيب سلعته يتكالب الناس من الشراء منه. ده العجيبة، تروج فعل، لأن التاجر الصدوق نادر، سلعة نادر، فالناس بمجرد إنها تعرف إنه تاجر صدوق ياخدوا السلعة منه وهو بيقول عيبها ببقه، لأن الإنسان لابد إنه هيحتاج سلعة يستعملها. الحياة لا تسير إلا بإنك أنت محتاج حاجات هتشتريها، لابد هتلبس ثياب تستر عورتك، لابد هتروح تشتري من عنده ثوب، يقول لك بس القماش ده فيه حاجة أحسن منه شوية، القماش ده، تقول له ده كفاية إنك أنت بتقول لي عيوبه، أنا هشتري ده بقى وهلبسه بعيبه، يبقى أنت فرحان بيه، هتشتريه برضه. لكن الإنسان العادي غير عميق التفكير متصور إن هو هيروج سلعته بإنه يحلف يمين باطلة، إنه يخبي عيوبها، فده بقى مش صادق، لأنه ده الصدق إن الإنسان يقول الأمر ولو على نفسه. وقيل الصدق موافقة السر النطق. وقيل الصدق موافقة السر النطق، يعني إيه؟ يعني اللي في قلبك هو اللي على لسانك، ما تبقاش كاتم حاجة. وقال القناد الصدق منع الحرام من الشدق، يعني يقصد بقى الصدق هنا في الأفعال، الصدق في الأفعال مبناها أساسا اجتناب الحرام في الغذاء، يعني لا يتغذى على الحرام، لأن لو تغذى على الحرام نبتت أفعال فيها رياء، ونبتت أفعال تغضب الله عز وجل، لأن الطعام والشراب هو أصل القوة الغضبية والشهوية اللي هي أصلا بتقود الإنسان إلى النار. الغضب والشهوة هم دول اللي بيقودوا الإنسان إلى النار، والوقود بتاع القوة الغضبية والشهوية هو الطعام الحرام، هو ده الوقود. فإذا أكل الطعام الحرام أعطى للقوة الغضبية والشهوية التي تقود إلى النار القوة والطاقة اللي بيها تظهر. وعشان كده الرسول يقول كل لحم نبت من حرام النار أولى به، لأن لا ينبت من هذا اللحم إلا أفعال خارجة عن شرع الله عز وجل. وعلشان كده وبيقول لك هنا الأصل، أصل النبتة إنك أنت تتجنب الحرام، تشوف اللي هيدخل فمك إيه الأول عشان تصدق، فتصدق في طلب الحلال وتصدق في تناول الحلال، فإذا صدقت في طلب الحلال وفي تناول الحلال نبت بعد ذلك العزم الصادق على الطاعة، وظهر بعد ذلك الأقوال الصالحة على لسانك، فصرت قوالا بالحق فعالا للخير. الصدق منع الحرام من الشدق، الشدق اللي هو ايه؟ الفم يعني، بعدم أكل الحرام. وقال عبد الواحد بن زيد الصدق الوفاء لله سبحانه بالعمل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مش كده؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني وفاء، وفوا بما عاهدوا الله عليه، يعني الصدق في العمل، لأن في الصدق في اللسان والصدق في العمل وفي الصدق في الأحوال والصدق في العزم. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا العباس البغدادي يقول، سمعت جعفر بن نصير يقول، سمعت الجريري يقول، سمعت سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه يقول لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. المداهن غير المداري، المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا،
يعني تدفع دينك عشان تاخد دنيا، تتنازل عن دينك علشان تاخد دنيا، يبقى ده مداهنة. يبقى اللي شايفه ده راجل ظالم وكذاب ومجرم وعدو لله، لكن في له سلطة، تقوم تقترب منه حتى يعطيك السلطة وتمدح فيه وهو لا يستحق المدح من أجل أن يعطيك المال أو السلطة أو غير ذلك أو السلطان. يبقى دي اسمها مداهنة، بذلت دينك من أجل دنيا. أما المداراة العكس، بذل الدنيا من أجل الدين. المداراة بذل الدنيا من أجل الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. فهل دي مداهنة؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لم يحدث من النبي مداهنة. أما قول النبي: نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم، حتى يتألف أقوامه، لأنه قائد في قومه ويتبعه آلاف مؤلفة، فإذا أحسن مقابلته دخل في الإسلام وأضمر النفاق، لكن بدخوله في الإسلام وهو منافق في الظاهر يدخل خلفه آلاف مؤلفة من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يداريه من أجل مصلحة الآلاف يدخلون في الإسلام، هكذا كان يفعل، وسهم المؤلفة قلوبهم من هذا الباب، سهم المؤلفة قلوبهم من هذا الباب، من باب المداراة لا من باب المداهنة. تعطي حديث إسلام من المال حتى تغنيه، فإذا استقر الإيمان في قلبه وذاق حلاوة الإيمان، والله لو رميته في السباع لنهشته دون أن يرتد عن ديني بعد ذلك. ولكن في الأول تعطيه مال من الدنيا يعني من أجل الدين. يبقى المداراة غير المداهنة. المداهنة حرام، والمداراة مطلوبة ومستحبة، وأحيانا تكون واجبة. لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. داهن نفسه اللي احنا بنسميها مذهب فطوطة. فطوطة يقول ايه؟ هو انا هقطع نفسي؟ ده انا عملت فوق طاقتي. يعني يلتمس لنفسه العذر باستمرار، لأنه يداهن نفسه، يطيب خاطر نفسه كلما حدث. أنا والله ما استاهلش كده، بقى أنا استاهل كده، بقى أنا الرجل الطيب اللي ما بيفوتنيش مش عارف إيه يحصل لي كده. بتقول الكلام ده لمين يعني؟ بتقول الكلام ده لمين؟ لنفسك يعني؟ بتسمع مين؟ بتسمع ربك هل ينسى؟ بتذكره؟ يعني ترفض قضاءه ثم بعد ذلك تذكره بفضائلك؟ تداهن نفسك؟ ادي المساله. وعلى شكل الصادق لا يداهن نفسه، يعني تلاقيه متبري من مذهب فطوط اللي هو احنا نسميه ايه عند العوام، يقول لك هقطع نفسي، انا يعني راضي عن نفسه. دليل ان هو شايف ان هو بذل طاقته ووسعه فرضي على ذلك واستقر به الامر، فخلاص بقى ليس في الامكان ابدع من مكان، يروح وينام وانتهت. لا، ما ينفعش كده. يبقى ده ما عنده صدق، ده مسكين ما عنده صدق، لان الصدق همة وعزم لا يلين في القصد الى الله، في الطريق الى الله لا يلين ولا يرضى بغير مراده ومقصوده. فاذا كان مقصوده الله ورضا الله فتلاقيه لا يلين ابدا ولا يهدأ حتى يصل الى مقصوده. انما التاني الكذاب خلاص من اول عقبة في الطريق يقول خلاص بقى، ما انا رحت وحاولت وما قدرتش، هقطع نفسي بقى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيرجع يجرب يصلي في الجامع تتسرق جزمته، يبطل يدخل الجامع تاني، خلاص يحرم. طيب ما هو ربنا عملها لك علامه، هل انت يعني ناوي تضحي ولو بجزمتك بس الاول من اجل انك تواظب على عمل يرضي ربك، ولا جزمتك اهم؟ حكايه يعني سهله. وهكذا، فبالتدريج الواحد لازم يعني لا يداهن نفسه، يبقى صريح مع نفسه. تملي الصادق متهم لنفسه، والكذاب تملي راضي عن نفسه ويعذر نفسه ويسيب نفسه كده، يقول لك سيبني افضفض، يقعد يفضفض ويعيط على حاله. يعيط على حاله ليه؟ لان نفسه صعبان عليه، صعبان عليه نفسه، يعني هو من كتر رضاه بنفسه صعبان عليه. شفت المساله بقى؟ نفسه صحية، ده غلبان خالص، ده بعيد خالص، ده لسه ما دخلش.
يعني لسه ما شافش ولا لسه دخل. فده يعيش مسكين معذب في الدنيا. ليه؟ لانه باستمرار هو شايف انه مطحون في اقدار الله، مطحون كل حاجة عليه، كلكم عليا ولا ايه؟ لانه هو بيداهن نفسه او يداهن بقى غيره. ومدانة الغير ايضا، ما هي غير، ما هو نفسك غير وغيرك غير، فكل ما سوى الله غير. وقال ابو سعيد القرشي: الصادق الذي يتهيأ له ان يموت ولا يستحي من سره لو كشف. قال الله تعالى: فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ربنا تحداهم، مش انتوا بتقولوا ان الدار الاخره لينا احنا خالصه من دون الناس؟ مش يا يهود انتوا بتقولوا ان الدار الاخره دي خالصه ليكم، وبتقولوا انكم انتوا ابناء الله واحباؤه، وان ربنا مش هيعذبكم، فبتمنوا الموت بقى لو انتوا صادقين. ما هو لو الحكايه كده وانتوا صادقين في القول ده هتتمنى بقى لقاء ربك. ولا واحد ولن يتمنوه ولا يتمنونه ابدا. مره يقول لك لن يتمنوه ابدا، ومره يقول لك لا يتمنونه ابدا. يعني شوف قد ايه التاكيد. وده تحدي قائم الى يومنا هذا، الى ان تقوم الساعه لا تجد يهودي ولا كتابي يتمنى الموت ابدا الى يومنا هذا. يبقى في جميع الامراض اللي في الدنيا للمسلم، يمكن يجي له شويه امراض ولا يتوجع شويه يقول يا رب خدني بقى وريحني، لكن هات واحد مسيحي ولا يهودي كده يقول يا رب خدني بقى وريحني ما يقولهاش، لانهم حريصين على الحياه، حريصين على الحياه دي حقيقه. والى يومنا هذا قل لاي واحد كده تمنى الموت كده يخاف، يخاف يتمنى. فربنا سبحانه وتعالى تحداهم: لو انت صادق في قولك واعتقادك انك امن يوم القيامه، طب تمنى الموت، تتمنى الموت، بس مجرد تتمنى الموت، مجرد. وعلشان كده الانسان لما يكون صادق مع ربه يكون في حاله مرضيه مع الله، فاذا وصل للحاله المرضيه مع الله حسن ظنه لله، فاحب لقاء ربه. فطالما ما بيحبش لقاء ربه يعني لسه عايز يستعد شويه، يبقى لسه لم يكمل حاله مع ربه. ادي معنى مقصد الشيخ. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: كان ابو علي الثقفي يتكلم يوما فقال له عبد الله بن منازل: يا ابا علي استعد للموت فلا بد منه. يعني هو واقف بيعظ، فواحد من اللي قاعدين سامعينه بيقول: طب انت بقى مش انت بتعظ الناس، طب استعد للموت بقى. فقال ابو علي: وانت يا عبد الله استعد للموت فلا بد منه. الكلام برضو احنا الاثنين سواء في المساله، بيرد عليه. فتوسد عبد الله ذراعه ووضع راسه وقال: قد مت. ومات في الحال، يعني من شدة صدقه مع ربه صدقه. لما قالوا قد مت خلاص مت، دليل انه ما عندوش اي علائق، يعني مستعد يلقى ربه في اي لحظة. ده دليل كمال الصدق. فانقطع ابو علي، انقطع يعني ايه؟ يعني خلاص بقى بهت، هو ما يقدرش يعمل زيه. فانقطع ابو علي لانه لم يمكنه ان يقابله بما فعل، لأنه كان لأبي علي علاقات، يعني لسه ليه بعض التعلقات المتعلقة بأحواله. وكان عبد الله مجردا لا شغل له، يعني مستعد في أي وقت كده روحه على كفه، مش طب اديني فرصة، طب شوية، طب شهر واحد أوضب أموري، طب سنة، طب سنة، ما فيه هو ولا نفس، ما تفرقش معاه، مش عايز نفس حتى. اللهم حل بيننا وبين غيرك. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: كان أبو العباس الدينوري يتكلم فصاحت عجوز في المجلس صيحة، يعني كان بيتكلم في مجلس وعظ، فست من الستات العجائز قاعدة سمعت، فأخذها حال وجد كده، وجد يعني حاجة تغلب على الإنسان غصب عنه، يعني لغلبة سلطان الحقيقة عليه، فيسموه وجد. فصاحت صيحة لا إرادية، فقال لها أبو العباس الدينوري: موتي. يعني لو لم تكوني صادقة وتكوني بتمثلي بقى فموتي، لو أنت صادقة موتي بقى.
فقامت وخطت خطوات ثم التفتت إليه وقالت قد مت، ووقعت ميتة في الحال. وعلشان كده تعذر الناس لما تكون في مجلس وعظ وتلاقي واحد خده حال، يعني ما تقسوش عليه، عامله بالرحمة، ما تعملوش بالعلم. لو عملته بالعلم تموته، لانه لو كان صادق في حاله هيموت، يموت منك او ينضر لو عملته بالعلم. بقى طب ايه دليل ان الوجد اللي عندك ده لا ارادي؟ ما هو بتاع العلم كده، ايه الدليل؟ قاعد كده زي الجماعه اياهم، كل حاجه ايه الدليل؟ طب دي حاجه غصب عنه، خدته عفويه، زي مرض. انا عندي مغص، اقوم اقول لك عندي مغص، قول لي ايه الدليل ان عندك مغص؟ انا شاعر بالمغص، انت مالك؟ هثبت لك يعني؟ انا ما تفرقش معايا اثبت لك ان عندي مغص ولا ما عنديش، ما تفرقش. انا معايا اهو الوجد كده، شعور وجداني ملوش دليل، ما يعرفش يبينه. فلما تيجي تعامله بالدليل بالعلم يعني تضره، فهمت؟ تضره، لكن انت تلتمس له العذر وتظن فيه الخير وتعتقد ان هو مش بيمثل ومش متكلف وخلاص، تعامله بالرحمه. وانت مش مطلوب انك تفتش عن الناس، مش مطلوب انك انت تفتش عن الناس، تقول انا كنت في مجلس علم وده يقول الله وده يقول حي وده يغمى عليه وده بتاع عالم ممثلين. يا عم طب انت دخلت في قلوبهم يعني؟ عرفتهم ممثلين عشان انت مش عارفش بما شعرهم به، فظننت لعدم وجدانك الشيء بعدم وجوده؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، مش كده برضه؟ المناطق قالوا كده، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. واحد يقول لك انا شفت الرسول يقظة وكلمني وصافحني، انت لم تجد هذا، تقوم تكذبه عشان انت ما وجدتش كده؟ طب ايه المشكله يعني؟ هل ممكن عقلا ولا غير ممكن عقلا؟ وهل ممكن وقوعا ولا مش ممكن وقوعا؟ وقوعا وقعت للنبي في الاسراء والمعراج، التقى بجميع الانبياء وهو في حال دنياه وهم في برزخ في يقظه صلى الله عليه وسلم، يبقى وقعت. وبعدين عقلا مش ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يمثل لك نبيك في حال يقظتك فتصافحه ويصافحك؟ يبقى عقلا جائزه ووقعت. طب ليه تكذبه بقى؟ يقول لك اصلها عمرها ما حصلت لي. طب انت مالك؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. حسن الظن بالناس مطلوب، فهمت؟ انت ما تحسن الظن بيه وتقول ده راجل ولي وطلع نصاب، ما انضرتش في حاجه. لكن لو قلت عليه نصاب وهو ولي تندر، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. فانت خليك في الامان، قول كل الناس حلوه وانا اللي وحش، هو ده الامان. ولا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى، انما داير في الدنيا كده انت اللي فوق وبس، والذي تجده هو الدين والذي تفهمه هو الدين وخلافه باطل. هو ده بقى الكبر، الكبر بحقيقته، وده الغرور بحقيقته، وده الكذب بحقيقته. لان الدين اوسع من فهمك وفهمي وفهم حتى علماء المذاهب. الدين اوسع من الامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفه والائمه كلهم، لان المذهب هو فهم عالم مجتهد للدين وليس هو دين الله. ده فهم، فهم لدين الله، هذه المسألة كلها. فالدين يسع الناس كلها ويسع كل الفهوم ويسع كل العقول، ولازم تكبر مخك، وإلا لو أخذت الناس بفهمك وبعقلك وباعتقادك بس وبوجدانك فقط لكذبت كل الناس. لكن حسن الظن بالناس مطلوب. فلما صاحت العجوز عايز يعملها بالعلم، فقال لها موتي، يعني لو كنت صادقة بقى موتي، عايزين برهان على صدق وجدك، أنت موتي لو كنت صادقة في وجدك، عايزوا برهان دليل، يعني عايز يعملها بالعلم. كان الأولى يعملها بالرحمة والشفقة، مش كده برضو؟ فقامت وخطت خطوات ثم التفتت إليه وقالت قد مت. فربنا صدقها وادها برهانها، بس ده برهانها بعد ما ماتت، وتملي الناس تعرف قيمة البني آدم بعد ما يموت. ساعتها ما استفدناش بيها بقى، ماتت. طب ما احنا الأول كنا عملناها بالرحمة وقلنا لها بعلمنا، كنا استفدنا بيها ودعت لنا دعوة حلوة، مش كده برضه؟ وظننا بيها ظن حسن، وتمشي الأمور، وخلي الطابق مستور. شوف العوام يقول لك إيه، خلي الطابق مستور، حلو، كلام حلو.
ثم التفت إليه وقالت قد مت ووقعت ميتة. وقال الوسطي الصدق صحة التوحيد مع القصد، يعني قصده واحد وهدفه واحد، مش ليه قصود متعددة. يقول لك اهو بالمرة، يعني دي احنا هناخد علوم الدين وننفذ الدين، وبالمرة هناخد مناصب والناس تحبنا وتقدرنا حوائجنا، وبالمرة نرضي ربنا، وبالمرة لما ندخل الجنة، وبالمرة كله بالمرة. ما ينفعش، ما ينفعش كده بقى. يعني الله سبحانه وتعالى اغنى الشركاء ان يشرك به. يعني خلي قصدك واحد، قصدك واحد. وقيل نظر عبد الواحد بن زيد الى غلام من اصحابه قد نحل بدنه، نحل او نحل بدنه، يعني لقى كده غلام، غلام يعني لسه شباب صغير، لان في بعض الشباب يسبق مشايخه، لان ده توفيق الله. نظر عبد الواحد بن زيد الى غلام من اصحابه قد نحل بدنه فقال يا غلام اتديم الصوم؟ يعني انت ضعفت كده من مداومتك للصوم؟ فقال ولا اديم الافطار، يعني اصوم وافطر. يعني هو ايه يعني بيجاوبها له بطريقه فزوره كده، يعني معناه ان انا لا اديم الافطار ولا اديم الصوم، يعني معناه اصوم وافطر. فقال أتديم القيام بالليل؟ يبقى كثرة السهر هو اللي نحلك. فقال ولا أديم النوم، يعني معناه أقوم وأنام، يعني ماشي على السنة، يصوم ويفطر ويقوم وينام. فقال فما الذي أنحلك؟ فقال هوى دائم وكتمان دائم عليه، شوق دائم إلى الله وكتمان لهذا الشوق، هو ده اللي ضعفه. فقال عبد الواحد اسكت، فما أجرأك، فما أجرأك يعني في نبش سرك مع الله. فقام الغلام وخطى خطوتين وقال إلهي إن كنت صادقا فخذني، فخر ميتا. برضو خدوا بالعلم فمات منه، لو كان خدوا بالشفقة والرحمة كان استفاد بيه. وهكذا، فالإنسان لازم أنه ياخد الناس بالشفقة والرحمة، ما ياخدهمش بالعلم. ايه الدليل؟ ايه دليلك؟ كل شويه ايه يا سيد، يروح يزور الوالي فيقبل المقصور. طب ما يمكن ده غلبه وجد، غلبه حب، تعبير عن شعوره، ولا يقصد عباده اصلا، ولا في مخه ان الوالي ده خلقه ولا رزقه. طب ليه يعني علشان عمل كده؟ طب ما احنا بنقبل الحجر الاسود، يعني بنعبده. هو التقبيل علامه العباده، هو ربنا جسمي يقبل. يعني ايه حطيت التقبيل معناه عبده؟ يعني الربطه دي جبتها منين يا ايها الانسان؟ يعني انا مش فاهم، يعني هل ربنا جسم بيقبل؟ ربنا ليس بجسم. وانت طول النهار ما قاعد بتقبل كل حاجه، بتقبل مراتك وتقبل امك وتقبل ابوك وتقبل صديقك، يبقى بتعبدهم يعني؟ يعني ربنا جعل التقبيل علامه العباده يعني؟ ما عملهاش كده، ما عملهاش كده. طب فانت تحسن الظن. طب ما سيدنا بلال ابن ابي رباح لما رجع في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، والقصة مشهورة ومعروفة ومسندة، وعاد الى المدينة اكب على قبر النبي يبكي ويقبله، والتف حوله الصحابة يبكوا تأثرا. حد قال له انت كده مشرك بتعبد النبي من دون الله؟ ما حدش قال له كده، بيعبر عن شعوره، اخذه حال. طب ليه انت ما تحسنش الظن بالناس بقى؟ تقول النبي عبر عن شعوره، ده خدوا الشوق الزائد وخلاص، وتحسن الظن وتنك ماشي ومروح. لا، لازم تفتش السر. ايه دليلك وايه اللي بتعمله ده؟ وانت مجرم وانت مشرك وانت قليل الادب وانت بس اللي موحد، مع السلامه. ما ينفعش كده، ما ينفعش، مش ادب ده، مش هو ده، مش ادب المسلمين. ادب المسلم التماس الاعذار للناس، حتى لو جاهل تقبل منه جهله وتعلمه بالراحه وبالشفقه. شفت انت الرجل اللي جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحذبه البول، فقام يبول في قبلة النبي، بيبول زي ما كل الناس بتبول، ايه المشكلة يعني؟ ما يعرفش النجاسة ولا طهارة، لسه جديد في الاسلام، فوقف يبول، الدنيا هتتقلب عليه بقى، يبص للناس مستعجب، واول مرة يشوف واحد يبول، يعني ما كل الناس ده الدواب بتبول، ايه المشكلة يعني؟ بقى مش فاهم الصحابة، وفي مسجد النبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذه بالرفق وقال لهم لا تزربوه، وقعدوا جنبه، قال له دي نجاسة، وإن المساجد دي جعلها الله للذكر وللعبادة مش للقاذورات دي.
وقال لهم اريقوا عليه دلوا من ماء وانتهت الحكايه وخدوا بالرفق. واحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد لدرجه قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد من شده محبته للنبي. فالرسول ابتسم، ما قالوش يا جاهل، ده انت جاهل برأيه، قال له ايه؟ ابتسم وقال لقد حذرت واسعا، يعني ضيقت حاجه واسعه. شفت النبي كان يعامل الناس بالشفقه ازاي؟ عشان كده التفت الناس حوله ودخل الناس في دين الله افواجا. فلازم المسلم يبقى بهذه الشفقه والرحمه. فالتمس ليه جاهل نعلمه، محب زائد بيعبر عن شعوره، خلاص الحكايه سهله. ما تعملش لنفسك ازمه كبيره، وعيش كده مع الناس كده على الشفقه والرحمه والتماس الاعذار. وحكي عن ابي عمرو الزجاجي انه قال: ماتت امي فورثت منها دارا فبعتها بخمسين دينارا وخرجت الى الحج، فلما بلغت بابل، بابل دي حتة في العراق ربنا يحررها وينزع الفتنة منها بفضله وكرمه، فلما بلغت بابل استقبلني من واحد القناقنة، يعني من الناس اللي هم بيحفروا الأبيار بيسقوا بيهدوا في الطريق، يعني يسافروا مع إنسان كده ويديله أجرة علشان يعلموا أماكن اللي فيها مياه والأماكن اللي فيها استراحات في السفر الطويل. كان زمان الطرق غير معبدة وغير ممهدة، وكان الناس يحتاجوا دليل في السفر، وإلا لو اخترق الصحراء قد يتوه ويضيع. فاستقبلني واحد من واحد القناقنة وقال: ما معك؟ بيسأله هو مسافر يعني محتاج دليل. وانت لما تبقى مسافر وحاطط كنز معاك فلوس كده وحاططها، والدليل اللي هيجي هيسألك انت معاك كام، ولو قلت له كل اللي معاك هيطمع فيك، مش كده برضه؟ يقوم يطلب اجر كبير. فالمصلحة في الحالة دي انك انت ما تقولش اللي معاك، مش كده برضه؟ لكن هو ايه؟ قال له، قال انا معايا 50 دينار. ده دليل الصدق بقى. قال له طب وردهاني، خدها وعدها، طلعوا 50 فعلا. الراجل بهت من الصدق، بيتعامل مع الناس بقاله سنين، مش متعود على المناظر دي. فقلت في نفسي الصدق خير، ثم قلت 50 دينارا، فقال ناولنيها، فناولته السرة فعده، فإذا هي 50 دينارا، فقال خذها فلقد أخذني صدقك. يعني أنا صدقك خلاني يعني مش مستحق، مش عايز حاجة، يعني حتى نزع الطمع من قلبي. ثم نزل عن الدابة وقال اركبها، فقلت لا أريد، فقال لابد، وألح علي، فركبتها، فقال وأنا على أثرك وأنا وراك. فلما كان العام المستقبل لحق بي ولازمني حتى مات، يعني تاب على ايده، تاب من طمع الدنيا وتاب من الطمع في الخلق وتاب من كل شيء يحجبه عن ربه ببركة الصدق. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت جعفر الخواص يقول، سمعت إبراهيم الخواص يقول: الصادق لا نراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. لأن الصادق في الوصول إلى ربه ما يضيعش وقته. أنت دلوقتي عايز تسافر بلد بعيدة، لو أنت صادق في طلبك للسفر لهذه البلدة، كل ما تنزل محطة تقعد في الكافيتيريا وتنام، ولا يدوب تجدد وضوءك تتشطف وعايز العربية تاخدك وتطير؟ ليه؟ لأنك صادق في وصولك لهدفك، مش كده برضه؟ فالصادق في سفره إلى ربه لا تجده إلا في عمل يرضي ربه باستمرار، يا إما في فرض يؤديه أو في إيه؟ أو في فضل يعمل فيه، يعني نفل، يعني تلاقي يتقلب بين الواجب والمباح والمستحب، ويعمل من المباح الضروري بقدر الضرورة عشان ما يضيعش وقته. أنت شفت في سير الصالحين إن بعضهم كان يأكل الطعام إيه اللي محطوط فيه مية، الفتة يعني، علشان لما لقى ان الطعام المفتوت ده الفرق بينه في بلعه والتاني اللي يحتاج مضغ لا يحتاج له بتاع 100 تسبيحة، هيضيع 100 تسبيحة، لو كان اكل هيحتاج مضغ واكل يحتاج زلط. فعاش يقول لك سنين طويلة ما ياكلش الا الحاجات اللي زي الزبادي دي، علشان ايه؟ يزلطها على طول يشبع ويقعد بعد كده يبقى مع ربه. يبقى قد ايه
كانوا حريصين على الوصول إلى هدفهم. إذا كان هدفك هو ربك والعمر قليل وهي ساعات معدودة وقد تضيع منك وانت عايز توصل قبل ما يفلت منك وقتك، فكلما كنت صادقا كلما كنت آخذا في كمال الجد للوصول إلى الله، فلا تفويت ولا تضيع ولا أين تذهب هذا المساء، ولا تسكع في الشوارع ولا جلوس على النواصي ولا يلا نتمشى شوية كده لما نضيع وقت ونجيب كيلو لب نأزأز ونجيب لبشة قصب نمص ونتف ونرمي في الشارع. فين إماطة الأذى عن الطريق؟ فين وقت المسلم يجيب له قرطاس لب وشريطين فيديو وإزازة بيبسي حجم كبير ويقضي السهر؟ طب ما عمرك هيضيع منك يا مسكين، عمرك هيضيع منك. عارف انت الاربع ساعات اللي هتقعدهم دي لو عملت لو نمت احسن هيدب فيك نشاط بعد حبة النوم دول تقدر تعمل حاجة مفيدة. نام احسن، نوم الظالم عباد، بلاش اقول لك اعمل حاجة مفيدة. وعلشان كده يقول لك الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او فضل يعمل فيه. وسمعته يقول سمعت أبا الحسين بن مقسم يقول سمعت جعفر الخواص يقول سمعت الجنيد يقول حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. دي حقيقة الصدق صحيح في الاختبار ده. ربك سبحانه وتعالى يعمل لك موقف كده يعيشك فيه ويبقى كده قرائن الأحوال كلها تبين إن نجاتك في إنك تكذب وبعدين في الآخر تصدق، يبقى ده اختبار ربنا اراده منك، حطك في هذا الموقف مخصوص عشان يبين لك المسألة هتنجح ولا مش هتنجح. وقيل ثلاثة لا تخطئ الصادق الحلاوة، ثلاثة لا تخطئ الصادق الحلاوة، يعني حلاوة المنطق. تملي الصادق تلاقي منطقه فيه حلاوة يدخل قلبك وتقتنع بيه، والهيبة وتملي تبقى تهابه. ليه؟ لأنه مش هيخاف حاجة، هيقول الحق، والناس تملي تخاف من اللي بيقول الحق، فيبقى بيحبوهم، يحبوا اللي يقولوا الحق ويهبوهم، يحبوهم ويهبوهم. شوف قد ايه يحبوا علشان مش هيخونه، ويهابوا علشان بيقول ايه، بيقول الصدق، بيقول الحق. والملاحة، الملاحة يعني بقى النور في الوجه، تلاقي بقى فيه عنده نور في الوجه وعنده حسن أخلاق وحسن طباع وحسن شمائل، يبقى حلاوة في المنطق، ملاحة في الظاهر، هيبة في الباطن، كل ده تجدها مع الصادق. وقيل أوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام يا داود من صدقني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته. يعني اما تصدق مع الله يجعلك صادق امام الخلق. وقيل دخل ابراهيم بن لوحة مع ابراهيم بن ستنبة البادية، فقال ابراهيم بن ستنبة اطرح ما معك من العلائق. دول كانوا اهل تجريد، في من الاولياء اهل تجريد وفي من الاولياء اهل اسباب، نوعين هم، أهل الأسباب يأخذوا بالأسباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى هنا بمعنى خير الزاد هو ما يقيك سؤال الناس، فالتقوى هنا هي وقايتك من سؤال الناس، وليست هي بمعنى الخشية لأهل الأسباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لأهل التجريد، أي تزود بالتوكل على الله، فإن خير الزاد خشية الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيبقى الآية تفهم لأهل الأسباب بفهم، وتفهم لأهل التجريد بفهم، وكل يأخذ حسب مقامه. فإن كنت من أهل الأسباب يبقى تأخذ الزاد الذي يقيك سؤال الناس وتعلق قلبك بما في يدهم، حتى لا يكون تعلق قلبك إلا بربك. وإن كنت من أهل التجريد فلا تأخذ بشيء إلا بربك، فهو الذي بيدي ملكوت كل شيء. ولذا تسمع بعض القصص عن الأولياء يبقوا أهل تجريد، فكان يخرج الصحراء القاحلة يسافر بلا جرعة ماء لأنه من أهل التجريد. لو عملتها أنت وأنت من أهل الأسباب هتهلك من العطش،
لان انت ربنا اقامك في الاسباب ما لم يقمك في التجريد. يبقى انت لو انت هتسافر معاه خد معاك زجاجة ماء وهو من غير مية، خلاص كل له مقامه، ايه المشكلة؟ ما انت ساعات يا اخي لما تسافر سفرية من هنا لاسكندرية ما تاخدش معاك اكل ليك لانك انت كبير، لكن لو معاك ابنك الصغير تاخد معاك لفة سندوتشات عشان الواد هيجوع في القطر وهيجوع على المحطة وهيجوع مش عارف ما ينزل كل شوية عايز ياكل، لان ابنك اهل اسباب وانت بقيت اهل تجريد في السفرية دي بس. فهمت ازاي؟ فكذلك اذا كنت انت بتعمل كده في الحس، انت بتعمل كده في الحس، لما ترتقي في امورك في الدنيا بتلاقي نفسك مش محتاج يبقى معاك شنطة فيها سندوتشات، مش كده برضو؟ لان خلاص اكتفيت. ولما تكون لسه ضعيف في الدنيا كل يوم الصبح وانت رايح المدرسة يدوك سندوتش، كلت ولا لا يا ولا شغلان، لكن وانت في الجامعة بيدوك سندوتش ولا حاجة ولا ونزلت من غير فطار ولا يسألوا عليك، خلاص بقى ما انت كبرت. كذلك اللي بيكبر مع ربه يلتقي من حال الاسباب فلا يأخذ بالاسباب المعتادة، يرتقي الى التجريد التعامل مع الله على ما يريد. يبقى الاولياء بيمروا بالمراحل دي كلها في الطريق الى الله، عشان كده ما تيجي تقرأ لهم ما تعترضش، كل له مقامه كل له حاله مع ربه. فقال ابراهيم اطرح ما معك من العلائق، مسافرين، قال له اي حاجة تعوقك بينك وبين ربك، اي اسباب كده تخلي قلبك متعلق بيها ارميها، خلي قلبك مع الله بس. شايل فلوس قاعد محافظ على الفلوس، شايل شنطة محافظ على الشنطة، شايل كل شوية ما ينزل استراحة يتمم على شنطه ويتمم على شيء، دي علائق وعوائق. هو بيقول له لا، ارمي العوائق دي كلها، خليك منطلق كده مع الله، مش خايف من حاجة. فهمت؟ يبقى دول اهل تجريد بقى. قال فطرحت كل شيء الا دينار، فراح رمى كل شيء وحط دينار معاه احتياطي برضه يمكن ينفع. فقال يا ابراهيم لا تشغل سري كده، انت تعبتني، طول ما انت معاك حاجه انا كده مش عارف اوجه همي الى الله واعتمادي على الله، كل شويه اجي اعتمد على الله افتكر الدينار اللي انت شايله، ارميه بقى ما تشغلنيش. كويس؟ اطرح ما معك من العلائق. قال فطرحت الدينار، ادى المسكين اي حاجه، يعني ما تتصورش انه رماه، يعني ادى المسكين تخلص منه خلاص. ثم قال يا ابراهيم اطرح ما معك من العلائق، لسه برضه حاجه، في حاجات قلقاني، انت الظاهر شايل حاجه، لسه معاك حاجه. فتذكرت ان معي شسوعا للنعل، يعني شايل رباط جزمه احتياطي في جيبه عشان لو رباط جزمته اتقطع في السفر او برضه يربط بيها جزمته. فطرحتها، رحت رامي رباط الجزمه كمان اللي معايا. فما احتجت في الطريق الى شسع الا وجدته بين يدي. بيقول طول ما احنا مسافرين كل ما يتسع ابص حواليا الاقي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مطلقا بلا اسباب لاهل التجريد، وبالاخذ بالاسباب بغير تعلق لها لاهل الاسباب. هي دي المساله. يبقى اطرح ما معك من العلائق لأهل الأسباب، أي تعلق قلبك بها مع الأخذ بها، اطرحها من قلبك، ولأهل التجريد اطرحها من يدك بعدما طرحتها من قلبك. فهمت بقى المسألة؟ يبقى هنا ده معنى وده معنى، ودول ناس ودول ناس. بس عشان تعرف ان الأولياء نفسهم مقامات، نفس الأولياء درجات، يبقى ده ولي وده ولي، بس ده درجة وده درجة وهكذا، وما منا إلا له مقام معلوم. فقال إبراهيم بن ستنبة هكذا من عامل الله تعالى بالصدق، إذا صدق، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقت الله خلاص لن يضيعك الله، آخرتها موتة، طب اصدق الله وموت، هيدخلك الجنة، تبقى ما خسرتش حاجة، يعني مش هيضيعك، ما تقلقش انت، يعني قلقان على ايه؟ يعني قلقان على ايه؟ اخرتها موتة، هتموت يدخلك الجنة وتستريح ونستريح منك، واخد بالك؟ فالحكاية بسيطة، يعني الواحد لازم يعرف ان الدنيا دي كلها ابسط مما يعني جعلها في ذهنه وفي قلبه. هي صحيح مهمة لانها جعلها الله طريق للوصول اليه، وارسل فيها الانبياء والرسل وخلق الاكوان، فدي ربنا مش هيعمل حاجة حقيرة. الدنيا صحيح
يعني من اعتقد عظمتها فهي دنيا حقيرة دنيئة، لكن من اعتقدها طريق للوصول إلى الله جعلها كالجوهرة، استغلها أحسن استغلال حتى يصل إلى الله بها. زي دي المسألة. وقال ذو النون المصري رحمه الله: الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه لقوته يعني. وقال سهل بن عبد الله: أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. أول ما يبتدي الصديق ده اللي صادق مع ربه في عماله، أول ما يبتدي يحدث نفسه يا ترى العمل ده كان لله خالص ولا ما كانش لله خالص، دي خيانة بقى، ده دليل ان لسه في حاجة بتحدثها سوى الله، دليل ان في من تحدثه سوى الله. انما الصديق لا يحدث الا الله، ولا يتكلم الا مع الله، ولا يناجي الا الله حتى ولا نفسه، لانه صار بالله. انما الاولاني لله، يبقى الاولاني اللي بيحدث نفسه عشان ينقي سريرته ده لسه لله. طب واللي بالله؟ خلاص بقى صار بالله، هيحدث ايه؟ اذا حدث لا يجد الحديث مع الله، فلا يجد في الاشياء الا الله، ولا يجد معه الا الله، ولا يجد نفسه مع الله. خذني اليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. شوف، خذني اليك مني، مني يعني من نفسي، وارزقني الفناء عني. ادي الصديق، ادي حال الصديق. يبقى الصادق لله، والصديق في الله وبالله. وسئل فتح الموصلي عن الصدق فأدخل يده في كير الحداد وأخرج الحديد المحماة ووضعه على كفه وقال: هذا هو الصدق. يعني لو صدقت الله، أراد أن يبين له إكرام الله للصادق. فالصدق إنك أنت ترمي نفسك في الهلكة معتمدا على نجاة ربك، ده لأهل التجريد بقى، ما تعملهاش أنت، هتروح تمسك لي الحديد المحمى هتتحرق وتقعد تعالج في ايديك، ما تعملهاش انت. لكن دول ناس اهل فضل مع الله، ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بدرجات، فيريد ان يبين كرامته لتلميذه حتى يستفد منه، لا ليتكبر عليه، حتى يستفيد من صحبته. وانت شفت الصحابي اللي رموه في النار والنار ما كليتوش، مش كده برضو؟ كان مين؟ في احد الصحابة، لا ها؟ صحابي دخل في النار ولم يحترق، في عهد سيدنا عمر، او احد الصحابة. حتى سيدنا عمر لما سمع القصة قال: الحمد لله الذي جعل في امة سيدنا محمد من على قلب ابراهيم، او من كانت النار له بردا وسلاما عليه. يبقى حصلت للصحابة. بس في ناس يقول لك هي اصلها يعني حصلت في الصحابه الحاجات اللي بتقولها دي. طب افرض يا اخي ما عرفتش انت انها حصلت، هو كل حاجه حصلت للصحابه دونوها لنا؟ هل كل كلمه قالها النبي نقلوها لنا؟ ده اللي نقل، اللي نقل الينا من كلام النبي يعني نذر قليل مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان فيه الكفايه. وبالتالي اذا كان كلام النبي وهو اعظم مخلوق ظهر في البشرية لم ينقل بحذافيره كله، وأحوال نبيك لم تنقل كلها بحذافيرها، بل نقل منها بعض الأشياء التي انطبعت في أذهان من نقلوها، وليس كل أحواله. إذا كان النبي لم تنقل كل أحواله، تيجي أنت تعترض تقول أصل ما حصلش للصحابة، هي أحوال الصحابة كلها نقلت ليك وأنت شفتها ولا عرفتها؟ وهل حتى اللي منقول نفسه ومكتوب أنت اطلعت عليه كله؟ لم يطلع عليه كله، ده هو يروب قرا له كتابين وخلاص، ما قراش حاجه، يمكن ما خلصت كتاب حياه الصحابه حتى، اللي هو يعني كم صفحه. وبعدين في الاخر يقول لك انتوا بتقولوا ان الاولياء حصل لها حاجات ما حصلتش مع الصحابه، مين قال لك انها ما حصلتش مع الصحابه؟ حصل اكتر منها. ايه عرفك انت؟ وربنا على كل شيء قدير، وربنا سبحانه وتعالى مع اوليائه ينصرهم كيف شاء.
وقال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله تعالى بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله تعالى، لدوام مجاهدته لنفسه، لأن مجاهدة النفس مستمرة لا تهدأ، إنما مجاهدة العدو فترة مؤقتة وتعدى. وعشان كده جهاد النفس أشد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني ربنا الوصول إليه له سبل كثيرة، طرق كثيرة. والتانيين يقول لك الطرق الكثيرة دي دليل تفرق المسلمين، طرق. ثم ربنا بيقول سبلنا، قال سبيلنا. هو لما قال والذين جاروا فينا سبيلنا ولا سبلنا؟ سبلنا. يبقى الطرق اهو مذكورة في القرآن كلها من رسول الله ملتمس، فالحكاية سهلة. انت نفسك ممكن يبقى عندك 5 اولاد وكل واحد بيتربى بطريقة، كل واحد بيتربى بطريقة. في واحد مجرد بس تبص له كده يحس على دمه، واحد تاني ما يجيش الا لما تقعد تلح عليه وتقول له المرة واثنين وثلاثة وتتابعه، واحد تاني ما يجيش الا لما تضربه، واحد تاني ما يجيش الا لما تعاقبه وتحرمه من مصروف، وكلهم في الاخر بعد الطرق المختلفة دي كلها يبقوا شباب صالحين بعد كده، وصلوا للصلاح. الطرق كتيرة، الهدف انك تصل تكون صالح مع ربك، لكن الناس بتتفاوت في طريق تربيتها. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وسع الطريق، علشان في اللي يجي بالعصايه وفي اللي يجي بالنظره وفي اللي يجي بالاشاره وهكذا، انواع كثيره. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول: الصدق ان تكون مع الناس كما ترى من نفسك، او ان ترى من نفسك كما تكون. يعني ما تتكلفش مع الناس، تبقى بلا تكلف، مش مجرد تشوف الناس تعمل الصلاح كله والحلاوه كلها والهيبه كلها، واول ما الناس تغيب عنك يبان الفجر كله وقله الادب كلها والصياعه والضياعه. ما ينفعش، ما ينفعش كده. اول ما يروح المصيف يروح بعد كده قالع هدومه ولابس شورت، هو راجل كبير كده، يقول لك اصل ما حدش يعرفني. يعني انت كنت بتستر عورتك بقى عشان الناس اللي تعرفك، مش بتستر عورتك حياء من الله. الناس يقول لك المثل البلدي: البلد اللي محدش يعرفك فيها امشي وشلح فيها. عارف المثل البلدي ده؟ اهو ده ما فيش حياء مع الله، ما فيش حياء مع الله. ما ينفعش، ما ينفعش المثل ده. ده بيقولوه في المصايف، اول ما تلاقي واحد عامل كده وانت مثلا بتشوفه في مصر بالبدله والكراته بتاعه، وهيك بتشوفه رايح يشتري حاجه لابس شورت كده وهو راجل شايب، زي ايه اللي يروح قايل لك المثل ده؟ ما ينفعش. لازم يبقى العمل حياء من الله مش من الخلق. فلازم تبقى انت مع الناس على حقيقتك كده، زي ما تبقى مع الله على طول. يعني مش على كذا لون، هو لون واحد بلا تكلف. وسئل الحارث المحاسبي عن علامة الصدق فقال: اصل المشكلة انك انت لما تتكلف امام الناس يبقى عايز تحصل مدح الناس على طول كده، وأول ما تخفي عيوبك عن الناس يبقى معناه لا تحب ذم الناس. وإحنا قايلين إن بداية الطريق استواء المدح والذم من العامة، بداية الطريق كده بدايته، علشان تبقى يا دوب أول خطوة في الطريق إلى الله إن يستوي عندك المدح والذم. المهم تبقى مع الله. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ الإجابة: لا شيء. مش كده برضه؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. وسئل الحارث المحاسبي عن علامة الصدق فقال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، لأنه ما يهموش الحكاية دي. لكن هو ما يظهرش من نفسه، لكن ما يتكلفش. يعني افرض فيك عيب وربنا ستره، مش معناه تروح تفضح نفسك، ما حدش قال لك كده، لكن معناه انك انت ما تتكلفش اظهار ما ليس فيك. فان كراهته لذلك دليل على انه يحب الزياده عندهم، يعني المدح، وليس هذا من اخلاق الصديقين. وقال بعضهم: من لم يؤدي الفرض الدائم لا يقبل منه الفرض المؤقت. الفرض الدائم عليك الصدق مع الله، والفرض المؤقت انك تصلي 5 صلوات في اليوم والليل. فمن لم يؤدي الفرض الدائم لا يقبل منه الفرض المؤقت.
يعني لا تقبل الصلاة إلا من الصادق. وقيل لهما الفرد الدائم، قال الصدق. وقيل إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة، يعني يحصل لك نوع من التجلي والنورانية بسبب الصدق، فيبصرك الله سبحانه وتعالى بحقائق الأمور. وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقيل كل شيء شيء، ومصادقة الكذاب لا شيء. كل شيء شيء يعني كل شيء له قيمة، ومصادقة الكذاب لا شيء يعني لا قيمة له، بل ضررها أكثر من نفعها. وقيل علامة الكذاب جوده باليمين بغير مستحلف. الكذاب كده، الكذاب من كتر كذبه على نفسه وعلى الناس شعر ان ما حدش هيصدقه في حاجة، فتلاقيه يحلف قبل ما الناس تستحلفه. جوده باليمين يعني تلاقيه يعني يقدم يمينه قبل ما حد يقول له يحلفه. وقال ابن سيرين الكلام اوسع من ان يكذب ظريف، يعني الانسان الظريف المحترم كده الذكي النبيه في المعاريض مندوحة، ما يكذبش ابدا في المعاريض مندوحة. يعني افرض مثلا انت مش عايز تقابل واحد او مش عايز ترد على التليفون، انا مش هعلمك كذب لكن انا بدي لك امثلة. فطلبك في التليفون وانت مش متوضي، والعذر الوحيد اللي مش هترد على التليفون انك بتصلي، مش كده؟ لان الصلاة مش معقول تتكلم ترد على التليفون انت بتصلي. وبعدين التليفون رن وعرفت انه على التليفون، مش هتقدر تروح تتوضى وتصلي وتقول الله اكبر، هيكون حس بالمسألة. فتروح تقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، قولوا له بيصلي. فهمت ازاي؟ يبقى كده ماشي. يعني اي حاجة اعمل زي الشيخ احمد يقول لك، يا الضاجع كده قول له، قولوا له نايم. فالعيل يقول له بيقول لك نايم. فيعني في ايه؟ في المعاريض مندوحه، يعني الواحد ما يكذبش باي حال من الاحوال. انا كنت حكيت لكم مره حادثه حصلت لي كده مع مريضه، انا جراح وكنت فاتح عيادتي زمان كده، لسه بقى جديد فاتح عيادتي وعايز بقى اشتغل بقى، وتعلمت جراحه وخلصت الدكتوراه بقى، وعايز اي عيان يجي لي لازم اعمل له جراحه بقى، عايز امارس المهنه بتاعتي. ففين وفين فتح العياده بقى لمده، وكل عيان اللي يجي لي كشوفات، مفيش جراحات. بس اخيرا جت لي عيانه مبعوثه بالعنوان عليا عايزه تعمل عمليه تجميل مباح، لان في من التجميل عمليات حرام ما بنعملهاش. المهم العمليه دي انا ما عملتهاش خاصه خالص عمري، لكن عملتها وساعدت فيها كتير في المجاني، وعارف التكنيك بتاعها كويس. لكن هي بقى عيانه لمضه، فبتقول لي يا دكتور يوسف انت عملت كام حاله زيي؟ ما انا لو قلت لها الحقيقه هتخرج من عندي، مش هتخليني اعمل عمليه. اقول لها انت اول واحده، خلاص هتنزل عد، مش هنعرف نعمل لها العمليه. حتى افكر كده وانا مش عايز اكذب، يعني اول عمليه اعملها كمان وتجي كده. وبعدين قلت لها تعرفي بقى انا لو قلت لك مش هتصدقي، ورحت ساكت. هي بقى فهمت من الكلام ان انا عملت كتير قوي، لدرجه ان قلت لها انا مش هتصدق وانا ما عملتش حاجه خالص. فيعني ممكن الواحد يقعد يفكر يلاقي له مخرج، اي مخرج، المهم ما تكذبش. ولو ما لقيتش مخرج قول الصدق بقى وخلاص، تروح ما يجي غيرها، ايه المانع؟ يعني ما لقيتش مخرج خلاص، ايه المشكله؟ يعني المقصد انك انت لازم تبذل جهد كده انك تراقب ربك، مش لسانك على طول شغال كده بدون تفكير. لا، شفت انت في الاسراء والمعراج، واحنا في المناسبه ما نزلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ثور يخرج من جحر، مش كده برضه؟ يحاول يدخل فيه تاني ما يعرفش، ثور كبير يخرج من جحر صغير كده، اول ما يخرج يحاول يدخل الجحر ما يعرفش. فسأل سيدنا جبريل فقال تلك الكلمة يقولها الرجل لا يبالي بها، فيريد ان يدخلها يعني يمنعها تاني او يمنع اثرها، لا يستطيع.
شفت المنظر؟ فالواحد ما يقولش كلام كده وفي الاخر يحاول يسحبه ما يعرفش يسحبه. فبالراحه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجره وقال له انتوا منين؟ قال من ماء. من ماء. فالراجل افتكر ان في قبيله اسمها قبيله ماء هو ما يعرفهاش. فقال ماء الفرات ولا ماء العراق ولا ماء اليمن ولا. بقى ماشي يفكر وكان الرسول ماشي بقى خلاص. لكن وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. لانه لو قال له من قريش ما هو مطارد صلى الله عليه وسلم، فما يقولش الحقيقه، وفي نفس الوقت النبي لا يكذب. فقال له كلمه صحيحه من جميع الوجوه صحيحه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلاص سهله وهكذا. وعلشان كده بيقول لك هنا الكلام اوسع من ان يكذب ظريف. ظريف يعني ذكي، نبيه، يعرف ازاي يخرج من المأزق. وقيل ما أملق تاجر صدوق. ما أملق يعني ما افتقر تاجر صدوق. بل بالعكس، تملي التاجر الصدوق ده تلاقيه ازداد غنى على الغنى، وتروج تجارته أكثر، وكل الناس تبقى بتتسارع تتعامل معاه. حتى التجار الصغيرين يبقوا عايزين يشتروا البضاعة منه ويبيعوا من وراه. يقول لك أصل أنا جايب البضاعة دي من عند فلان. ديك في حد ذاتها كفاية. تقوم تروج بضاعته. ودي الحقيقة، لو تعاملت مع الله لا يخيبك الله ابدا، ولو تعاملت مع الخلق فهم افقر الخلق الى الله، فتلاقي الفقر ينطبع عليك. فتعامل مع الغني الحميد سبحانه وتعالى يغنيك وتصير محمود السرير. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان ينفعنا بانوار نبينا صلى الله عليه وسلم، وينفعنا باولياء الله الصالحين، ويحشرنا في زمرتهم، ويحققنا بحقائقهم. ونقرا الفاتحه لامواتنا واموات المسلمين. وفي اخت هنا حاضره معانا والدها توفي، نقرا الفاتحه له ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا. لا لا، ما ده مش دليل، ده الصعود هنا دليل علو المكانة لا المكان للنبي. خد بالك، لما سيدنا موسى كلمه الله عند الشجرة، ده مكان سيدنا موسى ولا مكان ربنا؟ فمكان سيدنا محمد عند مناجاته لربه كان عند سدرة المنتهى. فالمكان بيتحدد هنا للمكين. فإن كان هناك مكين يبقى في مكان، وربنا سبحانه وتعالى كان قبل أن يكون هناك مكان، فليس بمكين أصلا. فلما نيجي نحدد المكان نشوف المكين. فهمت المسألة؟ بس فلما يقول إيه ناجيت ربي فوق سبع سماوات، فهو يحدد مكانه هو لا مكان ربه. الحكاية واضحة. فهمت إزاي؟ وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، مش كده ربنا بيقول كده؟ طيب وهو معكم أينما كنتم ظاهر سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء. باطن ظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. قهر العقول من شدة ظهوره الخفاء. فهي دي المسألة. ولكن لا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحل في الأماكن، لأن الحلول معنى التغير ومعنى الحدوث ومعنى الانتقال، وهذا كله محال. نقول أن الله سبحانه وتعالى له صفات وله ذات وله أفعال، فإن اعتقدت أنه بذاته يحل في الأماكن فقد اعتقدت أنه ظرف ومظروف، وأنه مقهور وأنه مدرك. ولكن لما نقول هو معنا أينما كنا، أي بصفاته بأفعاله. أما الذات لا يعلم كناها إلا الله،
لا يعلم كنها الا الله سبحانه وتعالى. ففي صفات افعال وفي صفات ذات وفي صفات وفي صفات افعال وصفات ذات. صفات الافعال لها تعلقات، وصفات الذات لا تعلق لها الا بالذات. صفات الافعال زي خالق، رازق، قاهر، ناصر. فالناصر يقتضي منصور، والخالق يقتضي مخلوق، والرازق يقتضي مرزوق. والمنصور والمرزوق والمقهور حادث، لانه كان قبل ولم يكن قبل ذلك، حدث طرا على الاكوان، مش كده برضه؟ فهل هذه الصفات الافعال قبل حدوث هذه الاشياء كانت غير موجوده؟ كانت غير موجوده اصلا؟ فهمت ازاي؟ ولا كانت موجوده ولكن غير ظاهر اثرها؟ اهل السنه يقول لك كانت موجوده ولكن ليست لها الظهور في الاثر. لما خلق الخلق ظهر اثر الخالقيه فكان خالقا، ظهر انه خالق، لكن هو كان خالق قبل ان يخلق الخلق. فهمت ازاي؟ وعشان كده قالوا ان هذه الصفات الافعال لها تعلقان، تعلق بالذات يسموه تنجيزي صلوحي قديم، اي ان الذات صالحه منذ القدم لان تخلق، منذ القدم. ده يسموه ايه؟ تعلق صلوحي، يعني صالح، قديم يعني منذ القدم. فلما تعلقت الإرادة بالقدرة فخصصتها فجاء الخلق، فصارت بعد ذلك تنجيزي حادث، تنجيزي أي نجز هذا الأمر. وضربوا لك بمثال في ذاتك أنت قبل أن تتزوج، أنت قبل أن تتزوج صالح لأن تكون أبا، مش كده برضه؟ يسموه صلوحي قديم. بعد ما اتجوزت كده ومراتك حامل الحمد لله وهتولد ووضعت الواد وأقوق، بقيت أب، بقى تنجيزي حادث. فهمت ازاي؟ لكن هل بعد زواجك أنت اكتسبت صفة ليست موجودة فيك أصلا فنتج منها أنك أنت بقيت أب؟ الصفة دي كانت فيك أصلا، لأنها لو ما كانتش فيك أصلا ما كانش ينفع تبقى أب، مش كده برضه؟ ما كانش ينفع تبقى أب. بيدوها المثال كده ولله المثل الأعلى يعني. كذلك كان الله سبحانه وتعالى متكلما قبل أن يكلم أحد، قبل أن يكلم أحد كان متكلما. والذي طرأت عليه هذه الصفة لم تطرأ عليه، لأن طرؤها عليه دليل حدوثها، والحدوث محال، مش كده برضه؟ طيب ادوها مثال برضه. وأنت ساكت مش ممكن تبقى أنت برضه قادر على الكلام؟ بل وأنت ساكت كده بتتكلم جواك، يسموه الكلام النفسي، مش كده برضه؟ ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتكلم ظهر بعد ذلك أثره في الخارج، والكلام الألفاظ اللي أنت شايفها في الخارج دي هي أثر للكلام النفسي الموجود أصلا، دليل على وجود الصفة الأصلية. فهمت ازاي؟ بس وعلشان كده قالوا أن القرآن له جانب قديم بصفة كلام الله، وجانب حادث بصفة أنه قول. وعشان كده قالوا إنه لقول رسول كريم، قال لقول. ففرق بين القول والكلام، القول هو المقول، الألفاظ، الحروف، النبضات اللي محتاجة سرعة صوت، ومحتاجة مكان وحيز، ومحتاجة جارحة تسمع، ومحتاجة جارحة تنطق. والله متكلم قبل خلق الجوارح، وقبل خلق الموجات، وقبل خلق الأماكن، مش كده برضه؟ يبقى الكلام غير الأقوال. فإن قلت القرآن قول يبقى محدث بهذه الجهة، قولي بالقرآن محدث حادث، ولكن القرآن دليل على كلام الله القديم. فهمت ازاي؟ فله مدلولان بس، المسألة كده. وعشان كده أول ما طلعت قضية خلق القرآن كانت القضية دي لسه غير متبلورة في أذهان العلماء، فالإمام أحمد بن حنبل ما رضاش يتكلم فيها، غير متبلورة، كانت أول مرة يصدموا بهذه القضية. فالإمام أحمد بن حنبل قال لهم أنا مش لا أقول كده ولا أقول كده، هاتوا لي آية من القرآن بتقول إن هو قديم أو حادث، أنا مالي؟ دي حاجة ما تشغلنيش، أنا طول عمري بنقول إن القرآن ده وحي نزل على النبي خلاص، ومعتقدين على هذا. ما أنزل الله بكلامكم ده من سلطان، وسكت وما رضاش يتكلم. التانيين المعتزلة نظروا للألفاظ والأقوال وقالوا محدث، ولم ينظروا لأنه مدلول على القديم.
فهمت ازاي؟ بس لما تبلورت القضية بعد 200 سنة اتضحت الامور بعد كده، العلماء حلوها انتهت اتحلت. فطلع المعتزلة بيبصوا من حتة واهل السنة بيبصوا من حتة تانية. لما بصوا بقى من حتة لقوا ان دول ما بصوش لحقيقة كلها ودول بصوا لجهة واحدة بس. فالحكاية سهلة. وعشان كده الاستواء على العرش صفة افعال، لانها تعلقت بحادث وهو العرش وليست صفة ذات. وعشان كده يقول لك الحمد لله المستوي على عرشه منذ الازل، يعني جعل العرش منذ الازل. يبقى ده وانطقي اثبت خلق مع الله. ونحن نقول ان الله كان لم يكن شيئا معه، ولا عرش ولا كرسي ولا سموات ولا ارض. امال ايه مستوى على العرش؟ دي صفة فعل، دي صفة فعل. لما خلق العرش استوى عليه واحدث، استوى عليه بطريقة معناه دبر امره، مش كده برضو؟ ما هو ما نقول استوى على عرش مصر يعني دبر امر مصر، مش كده برضو؟ عشان كده ربنا يقول واستوى على العرش يدبر الامر على طول. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد امر. يبقى استوى على العرش يدبر الامر، واضحة. وبعدين القضية اصلها قضية ان العرش مخلوق، يبقى الاستواء فعل، فعل صفة فعل. وصفة الفعل لها جانبان، جانب صلوحي قديم وتنجيزي حادث، زي صفة الخالقية سهلة. فالحكاية مش قضية يعملوها لان هما جهلة ما قسموش المسألة. لو كانوا عندهم علم كانوا يعرفوا يقسموا المسائل كلها. لكن الاكوان مخلوقة والاماكن مخلوقة، فازاي تحصر ربك في جهة؟ ازاي تعتقد هذا؟ واعتقاد الجهة ده يعني يؤدي الى التجسيم، والتجسيم يؤدي الى الكفر والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة. لا، هو تقسيم مبتدع علشان يقسم المسلمين، هو مبتدع بس ليه؟ علشان يريدوا تقسيم المسلمين على هذه القسمة الضيزة. ادي كل الحكاية بس. لكن هو ممكن تتفسر وتبقى برضو حلوة، ما تقسمش المسلمين ولا حاجة، لكن ممكن تفسرها. لكن هم عملوها مخصوص علشان تكون مسوغ لتقسيم المسلمين وتفريق المسلمين. فنسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.